اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي وحلقه جديده من العاب الصالات. النهارده في العاب الصالات البدايه سؤال بيطرح نفسه على الساحه الرياضيه، على الساحه الرياضيه العالميه مش المصريه، وهي اقامه الاولمبياد. هل ستقام الاولمبياد في تاريخها وميعادها ولا لا؟ تخيلوا النهارده بعد اليابان ما اشتغلت اكتر من 12 سنه على طوكيو 2020، قبل الاولمبياد بثلاث اربع شهور بتقول يا نلعب يا ما نلعبش. الناس كلها في العالم، كل ده بسبب فيروس الكورونا. اكيد الفيروس لما دخل العالم او وصل للعالم كان في مشاكل كتيره حصلت، لكن النهارده على ارض الواقع اكتر حاجه مضاره اليابان. في شرق اسيا، قريبه للصين، دول العالم كلها بتوخي الحذر في هذه الانتقالات عشان ما يحصلش مشاكل. رياضيين مصروفين عليهم بالمليارات. كمان اليابان دفعت كتير جدا من صالات وانشاءات وبنيه حاجات كتيره. الناس هتقول اصل اليابان، واليابان دي دوله كبيره فمفيش مشكله. لا، مع احترامي لكل الكلام، الالعاب الاولمبيه لما بتقام بيحصل مدينه اولمبيه كبيره، من صالات وملاعب وملاعب تدريب واماكن للاكل واماكن للسهر واماكن كتير جدا واماكن اقامه. تخيل انت لما يتجمع 25,000 رياضي في مكان وهم النخبه الاساسيه في رياضي العالم كلها، بتكون حاجه مختلفه جدا. لما يكون كمان عندنا ملعب واحد، ملعب الاولمبيات اللي هو الملعب الرئيسي اللي بيتفتح عليه، اللي بيقفلوا عليه البطوله او بيتفتح عليها الاولمبيات، 2 مليار دولار اتصرف عليه. تخيلوا الاولمبيات دي مصروف عليها قد ايه. تخيلوا اليابان لو الاولمبيات دي ما اتلعبتش، ايه اللي ممكن يحصل؟ مشكله كبيره، مشكله كبيره جدا. لكن في الاخر وزيره الالعاب الاولمبيه في اليابان بتقول ان احنا عندنا داخل العقد بتاعنا ممكن ناخر لغايه اخر 2020. بيقطع توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، بيقطع الكلام، بيقول لا هتقام في ميعادها. طب هل مثلا لعيبه امريكا، منتخب امريكا في الباسكت هيروحوا الاولمبياد؟ الموضوع صعب جدا، لان الرياضيين دول متكلفين، اكيد عندنا تكلفه، الناس دي متكلفه فلوس بالمليارات، ارقام كبيره جدا اللعيبه دي بتدفع من انديتها عشان يلعبوا معاهم، عشان يحققوا بطوله. هل اللعيبه دي هتسافر ولا مش هتسافر؟ العالم كله في تشتت في الناحيه دي. نتمنى في المرحله اللي جايه تكون الرؤيه واضحه. الرؤيه واضحه باذن الله ان يكونوا كل رياضيين العالم متجمعين في المحفل الاولمبي، لان المحفل الاولمبي ده هو اهم حدث في العالم رياضي لاي رياضي يشترك فيه، يشترك فيه مش كمان يفوز. لكن الناس اللي راح تفوز وراح تكسب ممكن تاخر رجل وتقدم رجل ان هي تروح، اكيد خايفه على نفسها، فيروس ممكن يكون يدخل في اي وقت قريب جدا في شرق اسيا. لكن في الاخر نتمنى من كل قلوبنا ان توماس باخ زي ما قال رئيس اللجنه الاولمبيه ان احنا هتقام البطوله في ميعادها، واكيد اليابان جاهزه للبطوله، واعتقد ان الاولمبياد دي ان شاء الله باذن الله تقام في ميعادها. هنشوف حاجه مختلفه زي ما احنا شايفين قدامنا، تكلفه ملعب واحد 2 مليار دولار. تخيلوا ان ملعب واحد بس، والملعب خلي بالكم بيتصمم على الافتتاح، بمعنى ان هم عارفين هيفتحوا البطوله زي من 10 12 سنه والملعب ده بيتعمل. شكل الملعب قدامنا، اكيد في العاب ناريه، اكيد ده المجمع الاولمبي للسباحه، حاجات كتيره جدا بيتصرف عليها، الارقام بتعدي مليارات الدولارات. واكيد بلد زي اليابان اي ده الملعب الرئيسي والملعب الاساسي اللي هيتفتح عليه الاولمبياد، زي ما احنا شايفين قدامنا كل الموضوع كله جاهز، كله موجود. دي صاله اعتقد لكره اليد او الالعاب الجماعيه، لان كره اليد وكره الطايره وكره السله كل حاجه ليها صالات معينه كويس، وكمان واكيد دي صاله الجمباز زي ما هو بيقولوا، دي صاله الجمباز على الشاشه اللي قدامنا، فاكيد حاجات مصروف عليها كتير جدا. نتمنى ان الامور تستقر علشان نقدر نشوف اولمبياد ناجحه باذن الله، لان اكيد اليابان بعظمتها بقوتها اكيد هتقدر تعمل اولمبياد مختلفه في التاريخ، لان تقدم الشعوب النهارده بيقاس بحاجه مهمه جدا هي تنظيم البطولات الرياضيه. نتمنى باذن الله التوفيق ليهم. بكده خلصنا الحديث الساعة، نروح لأخبار الأهلي. كرة اليد اللي محيرانا وتعبتنا والجمهور وراها، النهارده بتلعب في الدور قبل النهائي، وصلت دور قبل النهائي لبطولة كأس مصر. كسبت نادي سبورتنج في اسكندرية النهارده 28-26، ما شاء الله عليهم، ماشيين كويس جدا فريق كرة اليد، النهارده بيوصلوا للدور قبل النهائي، وكمان هيقابلوا في دور قبل النهائي
حد يعني فرقتين لسه بيلعبوا في الدوري الممتاز او بيلعبوا في دوري المحترفين الكسبان من المعادي والزهور. الموضوع بقى قريب لان النادي الاهلي هو حامل لقب بطوله كاس مصر الموسم الماضي. الجنب الثاني نادي الزمالك ونادي طليع الجيش، مباراه قويه، مباراه صعبه لان نادي طليع الجيش كان لسه كسبان نادي الزمالك قريبا جدا في دوري المحترفين. النادي الاهلي لسه كسبان يوم الخميس اللي فات، هو بقى له ثلاث ماتشات بيسافر اسكندريه، سافر لاصحاب الجياد في دور ال 16 وكسب 25-19، وكمان راح الاسكندريه يوم الخميس اللي فات كسب نادي سبورتنج 30-22 في بطوله دوري المحترفين، والنهارده في كاس مصر ما شاء الله على الفرقه، الفرقه مكتمله ما عدا كابتن الفريق كابتن اسلام حسن اللي بنتمنى له العوده سريعا من الاصابه. هو دلوقتي في مرحله التاهيل الرياضي او التاهيل الطبي، في تاهيل قوي جدا بيحصل خارج مصر، وان شاء الله هيكون متواجد الاسبوع القادم، نحاول نجيبه ونحاول نتكلم معاه ونشوف وصل لايه، لكن انا متابع معاه ان الامور الحمد لله كويسه. بكده دور القبل النهائي اتحدد، الزمالك طلائع الجيش، الاهلي هيقابل الكسبان المعادي ونادي الزهور. نتمنى لهم التوفيق في المرحله الجايه. الاهلي ناقص له ماتشين في دوري المحترفين، ناقص له الجيش وناقص له نادي الزمالك، لو فاز في الماتشين يروح يلعب مباراه فاصله مع نادي الزمالك باذن الله على بطوله دوري المحترفين. هنسيب اليد ونروح للكره الطايره، كره الطايره ونجوم الذهب ونجوم الكره الطايره بقياده الكابتن محمد بصلحي. النهارده بيلعبوا مع نادي الشمس في دوري الكره الطايره، ماتش متاجل من قبل كده. النادي الاهلي بيحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطه وبفارق 4 نقاط عن نادي طليع الجيش المتصدر. الاهلي لسه ناقص له ماتشين متاجلين لان النادي الاهلي تاجله كذا ماتش ساعه ما كان الاهلي بيلعب البطوله العربيه اللي فاز بيها في مصر، وكان فاز على نادي الزمالك في المباراه النهائيه. كل امنياتنا الطيبه لفريق الكره الطايره بالنادي الاهلي لاستكمال مسيرته ودائما وابدا على منصات التتويج وميداليات ونجوم الذهب. هنخلينا مع الكره الطايره ونروح لسيدات الكره الطايره وبقياده الكابتن حمدي الصافي المدير الفني. النهارده دلوقتي في نفس التوقيت بيقابلوا نادي المقاولين العرب في صاله المقاولين العرب بالجبل الاخضر. النادي الاهلي بيحتل صداره الترتيب 51 نقطه ما شاء الله العلامه الكامله، بفارق 11 نقطه عن نادي الزمالك 40 نقطه. فرقتنا ما شاء الله لغايه دلوقتي بحقق العلامه الكامله. النادي الاهلي او كابتن حمدي الصافي عايز يخلص الدوري بدري بدري علشان يستعد للبطوله الافريقيه اللي هنستضيفها على صالتنا في شهر 4، والبطوله مقامه. الاتحاد الافريقي قرر اقامه البطوله مش زي الاتحاد الافريقي لكره اليد او الكره السله. الاتحاد الافريقي لكره اليد قال ان البطوله الافريقيه اللي هتقام في الجزائر للانديه لغاها بسبب فيروس الكورونا، وكمان نفس الكلام للاتحاد كره السله الافريقي لغى البطوله الافريقيه لكره السله. خلينا مع الطايره وناشئ الطايره و فريق 19 سنه بقياده كابتن حسام شعراوي مدير الفني. الاهلي خلاص وصل لي قبل النهائي لبطوله الجمهوريه مع انديه الزمالك والصيد في المجموعه الاولى، مع انديه الزمالك والصيد الدقي ونادي الشمس. الفرقتين المرحله دي هتلعب من دورين رايح جاي، اللي هي الفرقتين الاوائل الاول والثاني هيتاخدوا يروحوا يلعبوا في الدور النهائي. الاهلي كان كسب كل ماتشاته في الدور التمهيدي، ما شاء الله ان احنا عندنا قطاع ناشئين مبشر جدا بالخير فعلا لفريق الكره الطايره ونجوم الذهب. دايما وابدا بيتالقوا من الصغر الى المراحل للفريق الدرجه الاولى. خلينا ناخد تقرير مع كابتن حسام عاشور وكابتن كابتن حسام شعراوي المدير الفني لفريق 19 سنه ولاعبتنا، نشوفوا قالوا ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. الحمد لله لقاء النهارده كان لقاء سهل جدا، تقريبا لعبنا اغلبه باللعيبه اللي عايزين نديها فرصه ونشوفها عشان السنه الجايه. الجيل اللي هيفضل قاعد في 19 يمكن تكون الفيوم اقل فرقه في المجموعه. الماتش كان سهل بالنسبه لنا الحمد لله، كل الجيمات تحت ال 12. البطوله السنه دي بطوله كويسه، بطوله صعبه، خصوصا كمان بطوله ال 21 فيها منافسه عاليه جدا. بطولة 19 اللي احنا بنلعبها النهارده اللي احنا لعبناها النهارده من البطولات اللي دايما الحمد لله النادي الاهلي متميز فيها وبيكسبها دايما باستمرار، وربنا يوفقنا السنه دي ان شاء الله ونحافظ على الاستمرار بتاعنا. السن دوت سن صعب جدا، من اصعب الاعمار في التدريب. اللعيبه بتتعامل كانها لعيبه درجه اولى ومش ناشئين، لازم نزرع فيهم روح الدرجه الاولى ان احنا دايما بنكسب، دايما متعودين على الفوز، بنلعب لاخر نقطه في الماتش.
مفيش فرقه بالنسبه لنا بينزل نقول الفرقه دي سهله الفرقه دي صعبه، لا انا نازل بلعب باداء بتاعي اداء قوي جدا، بحافظ على ادائي بحافظ على شكلي، بننمي فيهم روح النادي، الفوز دايما الحمد لله. احنا هنا في النادي الاهلي كلنا متربيين على الفوز من اول الميني فولي لغايه الدرجه الاولى حتى الدرجه الاولى كمان، الحمد لله ماشيين كويس جدا وبنكسب. اللعيبه ديت بنعدها ان هي تبقى نواه للفريق الاول ان شاء الله، لعيبه منهم كتير هنشوفها الفتره الجايه في الفريق الاول. الحمد لله النهارده كان عندنا ماتش مع الفيوم في نهايه الدور الثاني لبطوله الجمهوريه، كسبنا الحمد لله 3-0 وماشيين بخطه ثابته في البطوله. كان الدور الاولاني كان معانا نادي سبورتنج ونادي الزهور، لعبنا 4 ماتشات الحمد لله 3-0. الدور ده معانا سموحه والفيوم وشرقيه للدخان، كسبنا كل الماتشات برضو الحمد لله 3-0. فاضل لنا الدور النهائي، عندنا 7 ماتشات رايح جاي وباذن الله نحسمهم يعني ونحسم البطوله باذن الله، ويكون تاني بطوله لينا في الموسم بعد بطوله القاهره. ماتش النهارده الحمد لله خلص 3-0 وكل ماتشاتنا تقريبا خلصت 3-0 طبعا بمجهود كابتن حسام معانا ومجهود كابتن ميدو برضو لانه كان سبب ان هو نصعد معاه درجه اولى، وما شاء الله الفرقه فوق متالقه وبتكسب بالرباعيه، وانت عارف طبعا سلسله الماتشات كان سبب كبير قوي ان احنا ننزل ونكسب الماتشات دي، حتى اصعب ماتشاتنا في المجموعه كسبناها 3-0 برضو. لا والله هو الفرقه كويسه، ما فيش اصابات معانا، حتى لو اصابات بسيطه ما يعني ما تخليش لاعب يقعد على الدكه وما ينزلش يعني. ان شاء الله مستنيين الدور الجاي اللي هو دور النهائي ان شاء الله، بيبقى في 8 فرق بقى نتنافس على مركز اول ان شاء الله هناخده ان شاء الله. هو كان نبه علينا بس ان احنا لازم اخطائنا تبقى قليله، عشان احنا الماتش مثلا اللي فات كانت ماتشاتنا اخطائنا كترت شويه، وقال لنا لازم يعني ما نضيعش سيرف، لازم البلوك لازم نركز في البلوك والشوت بحيث ان احنا نخلص يعني 3-0 ان شاء الله بسكورات اندر يعني اللي هي 25 15 او اقل كمان. وكان عامل علينا خصم كمان لو يعني لو طلعوا فوق ال 15 بخصم 100 جنيه لكل واحد، فالحمد لله ربنا ستر. زي ما شفنا قدامنا في التقرير وكره الطايره ونجوم الكره الطايره فعلا بيتالقوا في ملاعب الكره الطايره في النادي الاهلي، واكيد هم عندهم روح المكسب في المرحله اللي جايه لان شايفينهم من نجوم الدرجه الاولى في النادي الاهلي بقياده الكابتن عبد الله عبد السلام. هنسيب الكره الطايره ونروح لكره السله، وكره السله معشوقه الجماهير الكثيره في مصر، وكره السله و سيدات كرة السلة ودوري سوبر كرة السلة لسه في المرحلة التمهيدية أو المرحلة الترتيبية، عشان نبقى عارفين المرحلة الترتيبية دي لسه بيرتبوا الفرق. النادي الأهلي النهاردة دلوقتي بيلعب نادي سبورتنج، النادي الأهلي بقيادة المدير الفني كابتن علي هاشم، نادي سبورتنج بقيادة الكابتن عمرو عاشور. دي الجولة ال11، نادي سبورتنج بيتصدر صدارة الترتيب 20 نقطة وبيجي وراء النادي الأهلي ب 19 نقطة. الأهلي لعب 10 ماتشات خسر 9، خسرنا من نادي سبورتنج، لكن خسرنا امتى؟ بعد البطوله الافريقيه اللي كانت قويه جدا النادي الاهلي شارك فيها وطلع بالمركز الثالث، وكانت بطوله قويه جدا لما خرج على طول بعد 3-4 ايام لعب نادي سبورتنج، فقدر نادي سبورتنج يكسب نادي الاهلي. لكن ان شاء الله النهارده بناتنا ونجماتنا يقدروا يعوضوا هذا، لكن في الاخر بقول للجماهير المباراه دي مباراه ترتيبيه، لكن النادي الاهلي دائما وابدا بيلعب على الفوز، بيلعب على الفوز ومكسب جميع المباريات. بعد كده يروحوا للمرحله النهائيه وهي الاول يلعب الثامن، يرتبوا 8 فرق، والاول يلعب ثامن، الثاني يلعب سابع، والثالث يلعب السادس، والرابع يلعب الخامس. ربنا يوفق بنات النادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي في كره السله حاملي لقب هذه البطوله. نروح لرجاله كره السله والصعوبه والمباريات الصعبه جدا في الدور قبل النهائي امام نادي الجزيره. بكره باذن الله المباراه الثالثه. المباراه الثالثه النادي الاهلي بيقابل نادي الجزيره، اول مباراه على ملعب النادي الاهلي، النادي الاهلي كسب 71-66. المباراه الثانيه لسه اول امبارح نادي الجزيره كسب على استاد القاهره بنتيجه 85-75. بكده مباراه مباراه نظام في الدور قبل النهائي دوري كره السله للمحترفين او دوري السوبر، ماتش هنا ماتش هناك، يعني ماتش على ارض النادي الاهلي وماتش بره، ماتش هنا وماتش هناك. الماتش الثالث على ارض النادي الاهلي، نتمنى توفيق لرجالتنا بكره، لان فعلا ما شاء الله رجالتنا مركزين جدا جدا، بس نادي الجزيره نادي فعلا فريق محترم، فريق خصم عنيد، لكن باذن الله رجالتنا بقياده الكابتن اشرف توفيق يقدروا يعدي هذه العقبه في الوصول الى نهائي دوري السوبر باذن الله. الناحيه الثانيه الزمالك والاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري فاز في مبارتين بكده نتيجه 2-0، بكده الاتحاد السكندري بيقرب للدخول الى نهائي دوري السوبر باذن الله. نتمنى التوفيق لرجالتنا بكره في دوري سوبر كره السله بقياده الكابتن اشرف توفيق. نروح ليسرب عادل
وبطولة وصلت لثمن نهائي لبطولة البلاك بول في الاسكواش دور ال 16 قدرت تعدي بطلة هونج كونج وفازت عليها بنتيجة 3-1 في دور ال 32 في بطولة بلاك بول. بطولة بلاك بول قوية جدا، 10 مصنفات على العالم، أول 10 مصنفات عالميا، أول 10 مصنفات عالميا متواجدين داخل البطولة. فازت 3-1 في ماتش استمر 32 دقيقة، خسرت أول شوط 7-11 وبعد كده 11-7-11 5-11-4 ما شاء الله على نجمتنا. لكن المباراة اللي جاية قريب جدا تقابل بطلتنا وبطلة مصر رنيم الوليلي، كل أمنياتنا الطيبة لكابتن ياسرب عادل بالتوفيق في بطولة بلاك بول وتوصل إن شاء الله للفاينل، نتمنى ده، لكن البطولة صعبة جدا بإذن الله، كل التوفيق ليها. خلينا نخرج لفاصل وترجعوا لنا مرة ثانية. اهلا بيكم بعد الفاصل، مستمرين مع اخبار النادي الاهلي ونجمنا الكبير احمد اكرم والفوز ببطوله مهمه جدا وبطوله قويه جدا بفارق ثانيه واحده كانت اهلي الاولمبياد خلاص، لكن ان شاء الله في القادم احسن باذن الله. نجمنا الكبير احمد اكرم بيفوز ببطوله برومو سويم سيريز وهي بطوله امريكا الدوليه، بيفوز وبيحقق رقم في 800 متر 7 دقائق 55 ثانيه 89 جزء من الثانيه، ثانيه واحده كانت أهل الأولمبياد نجمنا أحمد أكرم. أحمد أكرم كان حائز ذهبية 800 متر في دورة الألعاب الأفريقية واللي اتلعبت في شهر 8 اللي فات في المغرب. أحمد لسه قدامه بطولات كتيرة، يقدر إن شاء الله نبارك له ويوصل للأولمبياد ويتأهل إلى طوكيو 2020. بكده خلصنا أخبار النادي الأهلي بنجمنا الكبير أحمد أكرم، بكده نروح للأخبار المحلية. دكتورة جيانا فاروق ما شاء الله عليها تأهلت أولمبياد، لكن التكريم اللي حصل معاها تكريم كبير جدا، اتكرمت تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية، شيء مهم جدا للأهلي الرياضي. التكريم الرئاسي شيء مهم جدا لكل رياضي مصر، زي ما احنا شايفين قدامنا دكتورة جيانا فاروق قالت على صفحتها في الفيسبوك سعيدة بالتكريم من حرم سيادة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي ضمن احتفالية اليوم المرأة العالمي، كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتأهل للأولمبياد طوكيو في الكاراتيه في التاريخ، أول واحدة في التاريخ إذا كانت مصرية عربية أفريقية، وهي فعلا اتشرفت بوجودها ضمن عناصر دسائية كثيرة في مصر في يوم كبير جدا، وهي الرياضية الوحيدة اللي اتكرمت في يوم المرأة العالمي كرياضية. جيانا في اخر بطوله ليها في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه في وزن 61 حققت البرونزيه وتاهلت لطوكيو. بنبارك لجيانا فاروق اللي كل مصر مش النادي الاهلي كمان، كل مصر بيستنى بالدكتور جيانا فاروق ان شاء الله، كلنا حاطين عليها امال كبيره جدا في ميداليا في الاولمبياد في اول مره لظهور الكاراتيه في الاولمبياد في طوكيو 2020. نكمل مع التكريمات الرئاسيه وفريق كره اليد. اتحاد كره اليد ثلاث مرتين قبل كده اتكرموا من سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكمان في احتفالية قريبة جدا ليهم. ليه؟ عشان قدروا يوصلوا لطوكيو 2020 وتأهلوا عبر بوابة تونس في البطولة الأفريقية في تونس. ما شاء الله اتحاد كرة اليد العلامة تقريبا الكاملة، لما يكون ثلاث تكريمات رئاسية في أقل من سنة يبقى كل مصر بتضربهم تعظيم سلام، دي حقيقة لازم نقول حقيقة، بنبارك ليهم. وكان المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد عبر عن امتنانه بتقدير الدولة لأولادها ولمجهودهم، وأشار أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في كل المناسبات، فعلا في كل المناسبات الدكتور أشرف صبحي بيشيد بمنظومة كرة اليد وهو تحقق من نجاحات مستمرة على الساحات الدولية. وأشار كمان المهندس هشام نصر بدور اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب في دعم الاتحاد، وأكد أن رغم انشغال الجميع بالإعداد وتجهيز استضافة مصر لمونديال اليد والحدث الإعلامي الأبرز خلال الفترة المقبلة، إن الدولة ما تنساش ما تحقق من أنجاز وتستعد دائما وأبدا لمكافآت الأبطال بما يتناسب مع الإنجاز. عايز أقول للمهندس هشام نصر حاجة، حاجة مهمة جدا، يعني نعتبرها زي ما اعتبرها أخ من أسرة كرة اليد، بكل التكريمات الكبيرة اللي بتحصل دي أكيد اتحاد ناجح،
لكن انا انتبني خبر عدى قدامي في كره اليد على لعيبه ما خدتش مستحقات، على لعيبه ما خدتش مستحقات. بقول لحضرتك يا باشمهندس اللعيبه دي اللي ما خدتش مستحقاتها ما ينفعش الخبر يكون طالع ان هي اتاخرت عن المده القانونيه في تقديم طلب. اللعيبه دي مصدر دخلها كره اليد، واكيد حضرتك عارف ان اللعيبه دي كمان مش ارقام عقودها كبيره، فان اللعيب يتاخر عن تقديم ورقه دي ما فيهاش مشكله، القانون برضو يعني نقدر نتجاوز، لان في الاخر دي لقمه عيش لناس. اتمنى ان المعلومه تكون وصلت لك، وانا عارف ان انت كرئيس اتحاد هاندبول اكيد هتبص في الطلب ده تاني، لان ارقام اللعيبه دي، اللعيبه دي حزنانه على فلوسها، النادي ما قدرش يدفع لها، نادي ما حضرتك اكيد عارف انا بتكلم على ايه، نادي ما دفعش اللعيبه فلوسها، فاللعيبه قدمت شكوى في الاتحاد، بس الاتحاد طلع قال ان المده القانونيه متاخره شويه. اتمنى من حضرتك تبص تاني مره في الطلب، لان اللعيبه دي مصدر رزقها هي كره اليد. نكمل مع كرة اليد، وموسم السنة دي أو السنة 2020 هو موسم كرة اليد. نتمنى نكتب كده في مصر كلها، ده سنة كرة اليد. أنا طلبت ده في البرنامج وهطلبه تاني، لأن مصر بتستعد للحدث الأكبر والأبرز باستضافة 32 دولة في يناير اللي جاي 2021. أربع صالات تقريباً شرفوا على الانتهاء، أربع صالات مصر حتى كل جهودها، زي ما احنا شايفين قدامنا دي أول صالة فيهم، ودي عاصمة إدارية، والكابتن علاء السيد عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي والمشرف العام على المنتخبات الوطنية كان مع اللجنة اللي زارت مصر ساعة انتخابات الاتحاد، ساعة مجلس إدارة الاتحاد الدولي مكان منعقد في مصر في أول الشهر. زاروا كل الصالات، شافوا كل الصالات، أبدوا إعجابهم جدا بالثلاث صالات اللي اتعملوا. شافوا صالة زي ما شايفين قدامنا العاصمة الإدارية الجديدة 90%، كابتن علاء بيقول 90% خلص، 90% يعني احنا خلاص كده نقدر كمان نبتدي التمرين فيها قريب جدا. زي ما احنا شايفين قدامنا ادي وفد الاتحاد الدولي زار، وبرئاسه الدكتور حسن مصطفى مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وجميع اعضاء مجلس اداره الاتحاد الدولي، لما شافوا فعلا مفخره ان مصر يكون عندها صالات بهذا الحجم. صاله العاصمه الاداريه 7800 مقعد، ودي صاله مهمه جدا، وكمان انجاز صاله 6 اكتوبر بنسبه 60% من الصاله، ومصر لسه وتضم 5500. اما صاله برج العرب وهي الصاله الاخيره لمصر بنسبه 70% وبرده بتسع ل 5000 متفرج. العمل سريعا جدا، خلاص احنا في شهر مارس قدامنا 9 شهور، لكن مصر قادره بولادها ورجالتها وكل شركاتها ان هي تقدر تخلص هذا الحدث في اقل من 3 4 شهور. بقول لكم ان شاء الله على 6 7 الجاي كل الصالات دي هتكون مكتمله وتكون واضحه قدامنا باذن الله. هنسيب كره اليد ونروح للجمباز والجمباز الايقاعي والبطوله الافريقيه المقامه في شرم الشيخ. حلو قوي ان احنا نقيم بطولات في شرم الشيخ والغردقه، تنشيط سياحي 100%، مهما كان بطوله افريقيه، بطوله عالميه او بطوله عربيه، وجود فرق داخل البطوله الافريقيه زي ما احنا شايفين قدامنا. ده الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز قال ان البطوله دي هي الاكثر مشاركه من اللاعبين والدول. فعلا دي حقيقه، 12 دوله 110 لاعب، 110 لاعب. البطوله بتقام على مرحلتين من 10 ل 14، ده الجمباز الايقاعي، ودي المؤهله لاولمبياد طوكيو، بعديها على طول من 13 الى 17 وبطوله ثانيه اخرى هي بطوله الايروبيك. بطولتين مهمين جدا، البطوله الاولى مؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، نتمنى للاعبتنا باذن الله في هذه البطوله التأهل والوصول وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. البطولة دي هيحضرها وفد من الاتحاد الدولي، وده شيء مهم إنه يشوفوا عندنا ملاعبنا وصالاتنا كمان في الجمباز عشان يقدروا يقرروا بطولات عالمية داخل مصر. شيء مهم جدا، دور مهم جدا بتلعبه الرياضة مع السياحة إن هي تقدر تبرز مصر بشكل مختلف. بكده خلصنا أخبارنا المحلية، خلينا نروح لأخبارنا العالمية. منتخب تونس لكرة اليد على مشارف التصفيات المؤهلة للأولمبياد، نتمنى له التوفيق، أكيد إحنا كمصريين بنتمنى إن تونس تكون مشاركة داخل أولمبياد كرة اليد. بعد ما مصر كسبت بطولة أفريقيا في كرة اليد في تونس في أول السنة دي، تونس راحت تلعب في التصفيات المؤهلة في مجموعة تضم كرواتيا وفرنسا والبرتغال. عندهم مشكلة، بقول قلبي معاك دكتور مراد المستقبل رئيس الاتحاد كابتن رضا المناعي، لسه لوقتنا هذا لم يستقروا على المدير الفني الاجنبي اللي هيقدر يقود منتخب تونس في هذه التصفيات، التصفيات في ابريل. هما دلوقتي اقرب واحد ليهم هو تشافي ساباتي، المدرب ده كان في وقت من الاوقات كان هيمرن منتخب مصر.
كان هيمرن منتخب مصر ووصل، بس مصر لم تتفاوض معاه، لكن الحمد لله كان عندنا مدربين قادرين على دخول مع مصر او تدريب منتخب مصر ووصوله بيهم الى محطه عالميه مهمه. نتمنى لمنتخب تونس التوفيق باذن الله. هنسيب المنتخب التونسي لكره اليد ونروح ل NBA ودوري كره السله الامريكي وليبرون جيمس احد اعظم نجوم في كره السله العالميه ودوري NBA زعلان متضايق بيقول مش هينفع العب من غير جمهور. تخيلوا ان هو بيلعب قدام 40,000 متفرج، فعشان فيروس كورونا فطلع قرار ان او هيطلع قرار ان يقدروا يلعبوا. رابطه الدوري الامريكي NBA بتقول ان يعني احنا هنطلع قرار ان الجماهير تمتنع عن الحضور. قال انا مش هلعب. بطل بحجم ليبرون جيمس ونجم كبير بحجم ليبرون جيمس ان هو عايز يلعب قدام جمهور، دي حاجه لازم نقف عندها كتير. هنقف عندها كتير علشان احنا بقالنا 3 4 سنين بنلعب من غير جمهور. تخيلوا لما يكون بطل زي ده بحجم نجم كبير بيقول انا مش هلعب، والدوري الامريكي NBA هو اعظم لعيبه كره السله في العالم، على راي شادي بيرد عليا بيقول لي احنا بقى لنا 8 سنين من غير جمهور، بيقول لهم لا قبل ما تاخدوا القرار انا مش هلعب. وخلي بالكم ان الابطال كتيره النجوم بيحبوا يلعبوا داخل الصالات اللي فيها جماهير، وبالذات لما الصاله تكون مقفوله والجماهير بتكون حاطه عليهم سبوت بتديهم باور ودافع، بيعملوا امكانيات مختلفه جدا. الجماهير بتفرز نجوم كبار جدا 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 في جميع العالم. نتمنى التوفيق ان احنا في مصر نرجع بالحضور الجماهيري والدعم الجماهيري لكل فرقنا في مباريات العاب الصالات بالاخص. هنسيب ليبرون جيمس وهنروح للواده بتفشل في اقناع المكسيك ان هي تكافح المنشطات. تخيلوا ان عندنا مكافحه المنشطات في العالم، كل دول العالم بتكافح المنشطات الا المكسيك رافضه، قالت لا احنا المعمل بتاعنا شكرا هو اللي موافقين عليه. المعمل تخطى حاجات كتير، فالمؤسسه الواده دي الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات قالت لا انتوا عندكم تعليمات تمشوا زي التعليمات ما بتقول، قالوا لهم لا احنا نمشي زي مزاجنا. في الاخر مؤسسه الواده قفلت المعمل ده وتعلن عن فشلها في اقناع المكسيك بمكافحه المنشطات، وقالت المعمل لن ينفذ اي تحاليل لاي عينات دم او بول، ولازم الضروري تنقل كل العينات لمعمل قريب ليهم. نتمنى لهم التوفيق لان المنشطات ده شيء صعب جدا على اي رياضي في العالم. هنروح لاخر خبر، واخر خبر ده خبر بيسعدني انا شخصيا بصراحه شديده. نادين السلعوه حكايه نجمه كبيره في العالم مش في مصر، هي لعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر، بس صدقوني خلصت فيها كل الكلام كل حاجه، مش عارف اقول ايه تاني. نجمه بطله بتلعب في اكبر جامعات في امريكا، حققت القاب على مدار التاريخ في كره السله سيدات لم تحققها لاعبه في مصر، وهي كابتن نادين السلعوه. كابتن نادين السلعوه النهارده بتتكرم على انها حصلت على لاعبه السنه في القسم الجنوبي للدوري. تخيلوا القسم الجنوبي للدوري، دي لقطات وهي بتتمرن ونزلت فيديو يعني جميل على الانستجرام، ما عرفتيش حتى نجيبه لكن دي لقطات لنجمتنا الكبيره. بقول لكم فعلا والله خلصت فيها كل الكلام. نادين السلعوه بطله مصر ونجمه النادي الاهلي ونجمه النادي الاهلي بتتالق في الملاعب الامريكيه. نادين كانت وصلت للنقطه 2000، اولا وصلت ل 1000، بعد كده وصلت ل 2000، بعد كده هي اول واحده دخلت التاريخ بعد ما عملت كل الارقام دي، لكن كمان هي رقم واحد في تسجيل الرميات الثلاثيه، 196 ثلاثيه مع الجامعه، بكده بتكون اعلى لاعبه مسجله في التاريخ. نادين تاني نادين السلعوه نتمنى لها التوفيق، لان من وجهه نظري نادين السلعوه لسه قدامها كتير مع كره السله الامريكيه، وهتعمل وهتحقق وهتجيب حاجات كتيره تانيه، ولسه هتحقق ارقام على مستوى كره السله. وبكده نقول لها توفيق جود لك، لان فعلا مشرفانا وقادره تعملي تاريخ كبير في دوري كرة السلة الأمريكي. نادين السلعوة افتكروا الاسم كمان سنة اتنين ممكن توصل تكون من أحسن لاعبات في العالم، ربنا يوفقك بإذن الله، نتمنى لك التوفيق. بكده خلصنا أخبارنا، لكن حلقتنا ما خلصتش، هنخرج لفاصل عشان نستقبل ضيفنا اللي بيشرفنا النهاردة وهو رئيس اتحاد الكرة الطائرة المصري الدكتور سامح حمدي.
بعد فترة طويلة من السكون والجمود والإخفاقات المتتالية للكرة الطائرة المصرية، قرر مسؤول اللجنة الأولمبية المصرية بالتشاور مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإسناد مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة للدكتور سامح حمدي. أجمع مسؤول الأولمبية ووزارة الرياضة على نزاهة واحترافية حمدي لقيادة الطائرة المصرية نحو الصعود والتحليق من جديد، لا سيما وأن لديه تاريخ طويل وكبير وحافل بالإنجازات والبطولات. هو من أشرف على تدريب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بين عامي 78 و80 قبل أن يشغل منصب المدير الإداري لجهاز الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء بين أعوام 94 و99، ثم اختير عضوا بالاتحاد المصري للكرة الطائرة بين أعوام 2004 و2007. كان عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد ومشرفا عاما على المنتخب الوطني الأول للرجال، كما تقلد منصب رئيس لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد خلال نفس الفترة قبل أن يعود لأحضان المارد الأحمر من جديد، وليعمل مشرفا على جهاز الكرة الطائرة من جديد خلال أعوام 2009 وحتى 2013. تبدو مهمة الدكتور سامح حمدي ثقيلة، حيث أنه يسعى لوضع لائحة تليق باتحاد عريق تجاوز إنشاؤه ما يقارب 70 عاما، كما يحلم بوضع خطة طويلة الأمد لعودة الطائرة المصرية للظهور في المحافل الدولية بالشكل اللائق بعدما فشل منتخبنا في الفوز بأمم إفريقيا لمرتين متتاليتين، إضافة إلى عدم الصعود لأولمبياد طوكيو بالرغم من إقامة التصفيات على الأراضي المصرية. تضع أسرة الكرة الطائرة آمالا عريضة على مجلس حمدي المؤقت الذي قبل المهمة في وقت حرج وصعب للغاية، لكنه يمتلك من الخبرات الإدارية ما يجعله قادرا على تخطي هذه الفترة الحرجة. زي ما شفنا قدامنا في التقرير، تقرير مهم جدا، لازم كنا نستضيف رمز كبير جدا في كرة الطائرة. هو فعلا النهاردة هو رب أسرة الكرة الطائرة، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة الدكتور سامح حمدي. بصراحة شديدة لازم أقول كلمة، مش عارف أبارك ولا أقول ربنا يكون في عونه، خلينا نسأله لأن هو الوحيد اللي قادر. ده دكتور سامح، منورنا ومشرفنا. الله يخليك، شاكر على الحلقة الجديدة إن شاء الله وتكون كويسة بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. أبارك لحضرتك، أقول لك مبروك، ولا أقول لحضرتك ربنا يكون في عونك؟ جاي في وقت حرج جدا في عمر الكرة الطائرة في مصر. هو الحقيقة تقول لي الله يكون في عونك. الله يكون في عونك، يبقى أنا صح من الأول. دي حقيقة، لأن حضرتك لما جيت كمان جاي على خسائر، بكره حضرتك بصراحة شديدة. يا أستاذ خالد، يعني الفترة اللي أنا مسكين دي فيها فترة حرجة بالزبط. بعد وقوع لعبة الكرة الطائرة عموما، بعد فشلنا إن احنا نوصل الأولمبياد طوكيو، ودي كانت فرصة جميلة جدا وعظيمة جدا وراحت مننا بطريقة يعني على أرضنا يعني غير أرضنا كمان. احنا دي احنا كنا احنا الفيفوريت، احنا يعني انت كسبان تونس وكسبان، يعني عامل انجازات قبل كده سابقه، كنت لازم توصل لطوكيو. بس طبعا يعني ما اقدرش اقول لك بقى سوء تدريب، سوء اداره، سوء ايه، ما اقدرش احكم بالظبط لان الظروف كانت مختلفه جدا. يعني دكتور لازم اقول لحضرتك بدايه التكليف، من اول التكليف ايه اللي حصل؟ لازم كل الجمهور يعرف بدايه تكليف حضرتك بهذه المهمه الشاقه او الصعبه في وقت حرج، ايه اللي حصل في الكواليس؟ هو الحقيقه اللجنه الاولمبيه اتصلت بيا وقالت لي دكتور سامح انت مترشح عشان تكون رئيس اللجنه المؤقته لاداره الاتحاد، لان هم جالهم جواب من اللجنه الاولمبيه الدوليه ان لازم يكون في لجنه مؤقته تدير الاتحاد في الفتره اللي جايه. ليه بقى؟ لان يعملوا لائحه، واللائحه دي بتقام عليها الانتخابات، ولازم تكون في لجنه مؤقته. فحضرتك بقيت رئيس اللجنه. كويس. وبالتالي انا قلت لهم انا ما عنديش مانع يعني، ومشينا بقى في الاجراءات ازاي تتكون اللجنه وازاي تتعمل. بصراحه شديده دكتور، لما جالك التكليف كنت عايز ترفض ولا عشان ده مصر فلا اكيد كلنا مصر بنضعف يعني؟ اكيد كان في تردد. كويس. لان لا يخفى على احد ان حاله الكره الطايره المصريه اتدهورت في اخر
سنين يعني، من مجلس بيتحل لمجلس بيتعين لمجلس تاني بيتحل لمدير تنفيذي ومدير مالي بيدير اتحاد، فما كانش فيه استقرار لا اداري ولا فني. يعني ما اقدرش اقول ان الاتحاد النتائج اللي حاصله دي نتيجه صراعات ونتيجه قضايا ونتيجه احكام، فانا يعني ما اقدرش، فكان ده عندي تردد يعني جامد. بس انا زي ما انت قلت كده، انا بصيت الكره الطايره المصريه ازاي ترجع تاني لمكانها، بس ده برضو مش مهمتي، لان احنا قاعدين فتره قليله. يعني احنا مهمتنا ايه المطلوب بالظبط دكتور سليم؟ ايه المطلوب بالظبط؟ يعني دكتور اشرف صبحي اكيد لما قعد مع حضرتك هو والمهندس حطب طلبوا حاجه مهمه او طلبوا نقاط معينه من اللجنه المؤقته اللي بتدير الاتحاد برئاسه حضرتك. بالظبط، هي ايه القرار بالظبط؟ عمل لائحه اللي هتمشي بيها الاتحاد، لائحه وقوانين اللي هيمشي بيها الاتحاد وهتدير الانتخابات. اللائحه دي بيقام على اساسها الانتخابات، الانتخابات اللي جايه، الانتخابات اللي جايه اللي هي هتفرز. نعم، بعد طوكيو على طول يا دكتور الانتخابات، بعد طوكيو ما عندك لغايه 31/12 ممكن تعمل. انت عارف اللجنه اللي حضرتك عشان تعمل جمعيه عاميه عشان انتخابات لازم بتعلنهم قبلها ب 45 يوم، فيبقى لازم اخر حاجه ممكن يكون في شهر 10، واحنا ممكن تتعمل شهر 10، فهتبقى قدامك فرصه من شهر 10 لغايه نص 11 لو يعني عادي. بس ما نسبقش الاحداث، لاننا عقبال ما تتعمل اللائحه ونشوف الظروف ايه وهنحدد المواعيد ايه المناسبه للناس علشان ان شاء الله نعمل جمعيه قويه. وانا بصراحه سمعت خبر يعني مش عايز اقول لك فرحني قد ايه، يعني اللي هو مجلس النواب خد قرار بان مراكز رعايه شباب مش هتصوت في انتخابات الاتحادات، وده كان قرار اكثر من رائع، لان مراكز رعايه شباب كانت عددها كتير جدا وللاسف ما عندهاش فعلا نشاط فعلي للكره الطايره كلها او الالعاب الجماعيه بصفه عامه خارج كره القدم. بالظبط بالظبط كده. فده قرار سليم 100%، واحنا كنا بنكافح فيه، لان احنا الحقيقه كنا هنلاقي مشكله ان عدد مراكز رعايه شباب كتيره متسجله، دي حقيقة. وانا ما كنتش حابب انها تنزل انتخابات يعني. طب ما هم برضو هيقولوا احنا عندنا فرق وبنعد كوادر عشان برضو ده ممكن يكون مصدر دخل ليهم للمراكز الشباب، فعايزين يصوتوا في الانتخابات. لا دي جميل قوي. في حاجه اسمها مراكز رعايه شباب، مظبوط، يتعمل دوري ليهم، يتعمل بطوله ليهم، يتعمل اتحاد شركات. ما هو اصلا في شركات بدل اتحاد شركات تعمل اتحاد شباب، مراكز رعايه شباب، ودي تكون تبع وزاره الرياضه والشباب. تمام. لان هي الوزاره مختصه بحاجه زي كده، يبقى احسن ان احنا نعمل مراكز رعايه شباب نعمل لهم دوري لوحده ونعمل، ودول يمدوا بقى الانديه ويمدوا المنتخبات ويمدوا كل الحاجه، نشاطهم هيبان يعني. بصراحه شديده عجبتني في رد حضرتك ان انت بتقول لي ان الدوري الشباب يبقى ليه او مراكز الشباب ليه دوري واحد مختص بيه، فعشان كده دكتور سامح حمدي طمن مراكز الشباب هو ما يقصدش اي حاجه ان هو يصوت او ما يصوتوش في الانتخابات، لكن التواجد الرياضي ليهم هيكون متواجد على الساحه قريبا جدا. نسيب مراكز الشباب. معلش كلمه بس يا خالد. اتفضل. انا بالعكس انا بنمي واكبر مراكز الشباب. مركز الشباب لما يدخلوا دوري ولحظهم هيبقى لهم تنظيم رائع، هيبقى لهم المنافسه قريبه. بالظبط كده، المنافسه هتبين مين اللي شغال ومين اللي مش شغال، ومنهم هيطلعوا اولاد هيوصلوا اكيد لمنتخب مصر اكيد. فبس يعني ما يبقوش موجودين في وسط الاتحاد مع الانديه، لان بيتظلموا مع الانديه الكبيره. الانديه عندها امكانيات كبيره جدا، اما مراكز رعايه الشباب يعني الى حد ما امكانياتها ضعيفه، فيشكروا على اللي بيعملوه، ده مجهود زائد عن طاقتهم ان هم بيوصلوا للنتيجه. التوضيح جميل جدا من الدكتور سامح، وضح الامور بالنسبه لمراكز الشباب. لكن خلينا يا دكتور نتكلم على الانديه اللي هي الاساسيه داخل الجمعيه العموميه. الانديه دي النهارده ناس بتقول ان الدوري طويل جدا، 28 نادي، ناس بيقولوا كتير الانديه تلعب مع انديه في عدم تنافس، رايح حكي في الدوري بصفه عامه او في المسابقات المحليه بصفه عامه. هي الحقيقه الدوري بقى كبير قوي، وفي بس خلي بالك ان في درجه اولى وفي درجه ثانيه وفي تصنيف يعني، واحنا 62 نادي مش 28 نادي. 28 نادي في الدرجه الاولى، بكام على الدوري الدرجه الاولى؟ بالظبط. الحقيقه يعني هي بتحصل اول دور تمهيدي، وبعدين بعد الدور التمهيدي بيحصل تصفيات، وبعدين بيحصل الدور النهائي. ف يعني انا كسامح يعني افضل ان الدور التمهيدي ده يعني يكونش ليه دور، يكون ليه دور
الانديه تتقسم الانديه نصين وكل الانديه تلعب، والاخر اللي يوصل من الانديه يتعمل بقى اللي هي ادوار قبل النهائي والادوار النهائي. تمام. ده بالنسبه للمسابقات. لما خسرنا افريقيا او خسرنا التاهل الاولمبيات اسره الكره الطايره جانب بيقول المديرين الفنيين هم السبب، جانب بيقول اللعيبه، بس اللي بيقول جانب اللي هو المديرين الفنيين بيقول لك اصل اللعيبه دي حققت قبل كده. راي دكتور سامح حمدي بصراحه شديده. انا بصراحه يعني انا متابع وكل حاجه أكيد. وكل حاجه، بس انا بصراحه شديده اللي انا عارفه ان ما جاش الراجل المناسب في المكان المناسب. سواء اداريين سواء مدربين سواء، وده احد اسباب فشل المنظومه بتاعتنا، لان احنا فعلا عمر كره الطايره ما كانت بالطريقه دي. عجبني جدا حضرتك حاطط ايدك على الجرح، يعني واصل يعني اختيارات خاطئه مش عايز اقول فيها حب لحد وكره لحد، لا انا عايز اقول ان الاختيارات ما كانتش في يعني مناسبه. بدليل يعني احنا عايزين دايما باستمرار لما يعني حد يمسك مكان معين وخصوصا عام زي الاتحاد لازم يلغي من دماغه اي انتماءات. يعني لازم يكون هو رايح للكرة الطائرة المصرية، مش رايح لأحمر أهلي ولا أبيض زمالك ولا أصفر إسماعيل، يعني قصدي إيه ولا أي ما يكونش له انتماء لأي فانيلا. أنا النهاردة أهلي لكن عمري ما هيكون انتمائي للأهلي في الاتحاد. أنا الاتحاد انتمائي للكرة الطائرة المصرية اللي هي اللوائح والقوانين اللي هتتحط بصرف النظر عن انتماءاتي انا الشخصيه. فده الحاجه الوحيده اللي ممكن توصل اي لعبه للمستوى اللي انت عايزه، لانك انت هتختار صح، هتختار العناصر اللعبه صح كلها بالكامل، ما هيكونش ليك اي توجهات معينه. والحمد لله انا ما يعني معلش عيب ان انا اقول كده، ما حدش هيقدر يديني توجهات لاي حاجه. انا متاكد من هذا ومتاكدين في دكتور سامح حمدي، عشان كده برضو ثقه مصر اتحطت في دكتور سامح حمدي في هذه الفتره. الحمد لله. الحمد لله. مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري؟ دي ليها ظروف ودي ليها ظروف. المديرين يعني الفنيين المصريين بكلم حاجه بصراحه برضو بتكلم معاهم كلهم اصحابي، نفسهم ياخدوا فرصه، يعني بيقولوا احنا نقدر نعمل ده بالذات في اخفاق الاخير مع مدير الفنيين الاجانب، لكن الدكتور سامح حمدي النهارده هو بيختار لمصر في المرحله اللي جايه. بالظبط. مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري وايه بالظبط؟ لا انا مش هقدر اختار لسبب ان احنا الفتره بتاعتنا ما فيهاش اي نشاط للفريق الاول المنتخب خالص لغايه 12 2020 اول بطوله للمنتخب المصري. فبالتالي انا مش مطلوب مني دلوقتي ان انا اجيب مدرب منتخب مصر ولا اجيب مصري ولا اجيب مدرب اجنبي لسبب بسيط ان انا مش هينتظموا في معسكرات، مش هينتظموا في حاجه. فبالتالي الدور ده المنوط بيه هتبقى ان شاء الله اللي هي مجلس الاداره اللي هينتخب جديد. اللي هينتخب جديد مش مجلس الاداره بقياده الدكتور سامح حمدي هينزل الانتخابات، عشان بس نوضحها للناس. لا اصل حضرتك شرط من شروط اللجنه المؤقته لاداره الاتحاد هي ان احنا كلنا مضينا اقرار بان احنا لن يحق لنا نزول الانتخابات القادمه. الملف في 9 شهور فيه لوائح، لكن بالزبط. اكيد بنحضر للسيزون الجديد اكيد. فالدكتور سامح حمدي شايف الملفات دي عنده ملفات شائكه ايه بالظبط في الاتحاد المصري غير ملف اللي هو اعاده الهيكله مره اخرى او التخطيط او الدراسه لمشروع بتاع اللائحه، يعني تصور اللائحه. انا هقول لحضرتك تصوري يعني انا تصوري مبدئيا ان اتحاد الكره الطايره ده قائم على لجنتين مهمين جدا. كويس. لجنه المسابقات ولجنه الحكام. من غير لجنه مسابقات مش هيبقى فيه مسابقات، مش هيبقى غير حكام مين هيحكم. دول مهمين جدا. دول بعد كده طبعا كويس. دول مهمين جدا لازم هيدرسوا كويس قوي، وان شاء الله باذن الله هنقدر يعني نشوف ايه الاخطاء وايه العيوب اللي ممكن نتلافاها. وبعد كده بقى بيجي حضرتك يعني اللجان، اللجنه الفنيه ولجنه الانتخابات، ويعني اللجان اللي هي معموله في الاتحاد دي ان شاء الله يعني هيعيد تقييمها مره اخرى. ده انا توجهاتي يعني ان انا اعيد وجهه النظر في اللجان اللي موجوده في الاتحاد وتكويناتها. بالتالي ده هينعكس على كل المنتخبات لان انا عندي دلوقتي ارتباطات 6 ارتباطات بالظبط. كويس. 4 منهم شباب وشابات. كويس. بطوله افريقيا منهم بطوله عندنا هنا في مصر.
هايل. شهر 10 الشباب عندنا هيلعبوا في شهر 10 هنا في مصر. كويس. اما الشابات الاثنين والشباب تحت السن ال 18 اعتقد او 17 مش فاكر السنه بالظبط. هيلعبوا في افريقيا دول افريقيه. وعندي بطولتين شاطئيه. انا حاليا دلوقتي سافرت احدى البعثتين اللي هي السيدات. ليه؟ دول بيعملوا تصفيات وصول الاولمبياد طوكيو. تمام. وبالتالي دول عندهم تصفيه اولى وتصفيه ثانيه. التصفيه الاولى دي ربنا يوفقهم ان شاء الله المره دي، هم سافروا خلاص اوغندا. والتصفيه الثانيه اعتقد في شهر 7 أو 6 مش فاكر بالظبط يعني. تمام. وبرضه الرجال عندهم اخر الشهر ده برضه تصفيه، وبعدين برضه تصفيه ثانيه. دول علشان اولمبياد طوكيو، يدخلوا اولمبياد طوكيو. نامل ان ربنا يكرمنا ويعني يدخلوا، بس هم السيدات نتائجهم احسن من الرجال في الشاطئيه. في الشاطئيه يعني السيدات قريبين دكتور محمد شاب، السيدات قريبين ان هم يوصلوا لطوكيو 2020 باذن الله. لكن الست بطولات دول هيكونوا في تاريخ دكتور سامح حمدي، هيتكتبوا في التاريخ. فكل الناس مستنيه ايه المرحله في 6 شهور دول عشان نقدر نوصل بالبطولات دي الى مكاسب هذه البطولات. بالظبط. دي نقطه مهمه جدا لسبب بسيط قوي. احنا ان شاء الله كمجلس اداره هنتابع الست منتخبات اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول. حيل. منتخب الهيكل بتاعهم كله كويس، سواء اداري او فني او تدريبي او وهنوفر لهم كل الامكانيات اللي هي بيها نقدر نكسب البطولات دي. وبالتالي يبقى لازم الاختيارات تتعادل الاختيارات. لابد من اعاده الاختيارات الاجهزه بتاعه المنتخبات دي. لان انا داخل على اجهزه اوكي موجوده، فيبقى انا هعيد تقييمهم. طبعا الناجح فيهم او اللي موجود فيهم او الكفاءه اللي موجود فيهم محدش هيقرب منه خالص. لكن انا عندي كفاءات بره الخيارات دي. فلازم تدخل. والكفاءات دي لها نتائج سابقه. فلازم تدخل. بس معلش يعني اللجنه المؤقته مش هيبقى دورها النقطه دي، هيبقى دورها المدير الفني للاتحاد. المدير الفني للاتحاد هيبقى هو المسؤول عن اختيار المدربين واختيار اللاعبين برضو الموجودين على التصفيات يعني وحاجات زي كده. فبالتالي احنا مهمتنا ندفع ونساعد اي خيارات واي حاجات صح تتحط صح، وبعيدا عن اي انتماءات واي سوري يعني معلش اي وسطات. عجبني جدا الكلمة حضرتك قلتها، اختصاصات. حضرتك طبعا مع تدي اختصاصات للناس. مفيش كلام. وتابع كمجلس ادارة، في مجالس ادارة دايما بيحبوا يحطوا ايديهم تحت. مع مجلس إدارة مع حضرتك هيدي اختصاصات ويسيب ويحاسب بعد كده؟ عايز أقول لحضرتك برضو مجلس إدارة عندنا يعني عشان برضو الناس تفهم. عايزين نعرفها دكتور كله قوي. هم في الباشمهندس أيمن غزلان كويس من النادي الأهلي كويس، الدكتورة نادية رشوان. مش عايزين بقى نوادي، عايزين بقى لا هقول لك ليه، لأن الدكتورة نادية رشوان عامل مؤثر جدا. لأن هي قيمة علمية، هي لعبة منتخب مصر، هي مدربة منتخب مصر سيدات، هي معاها دكتوراه في الفولي، هي أستاذة في كلية التربية الرياضية اسكندرية. فدي يعني هتبقى الاختصاص العلمي بتاعها هو اللي هيفيدنا يعني جامد يعني. وبعدين معانا سامي إبراهيم برضو بيعمل دكتوراه في الفولي، وعندنا إيهاب عزمي من الزمالك، وهو شخصية يعني ما شاء الله كان في منطقة الجيزة قبل كده، وليه إنجازات وليه فكر عالي جدا. واخيرا المستشار احمد البنا، وانا بصراحه شرفت بالتعرف عليه، لان فعلا الناس دي قيمه وافكارها ما شاء الله يعني. والحمد لله ان احنا مجموعه متعالفه. ده مهم جدا في المرحله دي عشان مصلحه مصر في كره الطايره. بالظبط. حضرتك اتكيت معايا على الدكتوره ناديه والعلم. ايوه. دخول العلم داخل المجال الرياضي ده شيء مهم، ان احنا نمشي بالعلم، نمشي بالقصه دي، ولا ان احنا الناس الفنيين بيقولوا لا احنا اللي فاهمين واحنا اللي عارفين؟ دخول العلم داخل الكره الطايره شيء مهم في المرحله اللي جايه مع حضرتك. ده مش مهم، ده اساسي. ده اساسي دخول الرياضه في مصر عشان تتطور لازم تدخل بالعلم. كويس. بس انا عايز اقول حاجه. اتفضل. العلم مع الخبره. لان في ناس عندها علم لكن ما عندهاش خبرات رياضيه. مظبوط. في ناس عندها علم ما عندهاش يعني الدكتوره نادي عندها خبرات رياضيه وخبرات علميه. يبقى دي 100% هتنتج في المجال بتاعها.
ده القصد يعني من الخبرات العلمية. والأهم من كده بقى الشخصيات اللي هي تقدر تكون مؤثرة اللي عندها فكر إداري عالي بحيث إن هي يعني زي ما بيقولوا يدوا العيش لخبازه ما يتدخلش فيه ما لا يعنيه. يعني في مجلس إدارة، أنا كنت لسه هكلمك على مجلس إدارة. مجلس إدارة ده وظيفته إيه؟ إحنا أعضاء مجلس إدارة بنجتمع بنطلع قرارات، مدير التنفيذي بينفذ هذه القرارات كويس. مجلس الإدارة ملوش دعوة إنه يدخل يحاسب حد أو يكلم حد أو يعمل حد، لا، مجلس الإدارة ده بيبحث قرارات، والقرارات دي عشان تتنفذ لازم يتابعها. فيبقى دي كل واحد في اختصاص له، ما يبقاش بقى على المشاع، يبقى كل واحد له اختصاص معين وكل واحد بيقوم دور معين. عشان الدور ده ينجح يبقى لازم تديله الاثوريتي ان هو يقول افكاره والمجلس يوافق على الافكار دي ونبدا في تنفيذ. حاجه جميله جدا حاجه بتقوله، بس دايما احنا في مصر بصراحه شديده يا دكتور، انت عارف انا اخوك الصغير فبكلمك بصراحه شديده. اهل الثقه دايما هم اللي بيكونوا متواجدين، بس حضرتك النهارده اضفت حاجه جديده ان احنا بالعلم بنخطط الموضوع. هل اهل الثقه بس ولا دول هيكونوا موجودين، ولا الخبره و و و هيكونوا موجودين عشان نطمن الناس؟ برضو الناس برضو اكيد نفسهم يعرفوا منك. انا هطمنك يا كابتن خالد، يعني كلمه اهل الثقه دي ملهاش وجود في مجلسنا. اشكرك. يعني النهارده مجلسنا بيبحث ازاي يعمل لائحه قويه عشان تنتج مجلس اداره قوي يدير. وكمان مجلسنا له دور قوي جدا في ازاله الصراعات القائمه. انا مش عايز يكون ولاد الكره الطايره او ولاد اللعبه في صراعات. ليه؟ احنا مجلس عيب تحل مره مهم، يجي لجنه معينه تعمل انتخابات، يجي مجلس يتحل تاني، بعدين قواضي والشبكات. ليه؟ ده كل ده اسباب فشل. ده طبعا. كل ده اسباب فشل الكره الطايره في مصر. يعني مش اسباب اداريه ولا اسباب فنيه، لا. احنا عندنا الفنيين على اعلى مستوى وعندنا الإدارة على اعلى مستوى، لكن للاسف الصراعات هي بتخلي الناس دي تروح في سكه تانية غير السكه اللي هي توديهم للبطولات العالميه وتوديهم ترفع من مستواهم وتودينا يعني مستوى الحب من العيله الواحده عشان تبقى الكره الطايره لها مكانه عالميه. بصراحه شديده يعني نتائج الكره الطايره هنتكلم عليها في الاوقات اللي فات، لكن دكتور سامح حمدي هيقعد كل المتصارعين على ترابيزه واحده؟ اتمنى ذلك، وده اللي انا بفكر فيه. عايزك بس مش كلمة دكتور. ما انا هقول لحضرتك حاجه، المتصارعين دول قامات وعندهم خبرات عاليه. مش قصدي كلمه، لكن قصدي كلمه، اكيد هم قامات في الكره الطايره، لكن هم في سوء فهم بينهم وبين الاطراف المعنيه مثلا. ما انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. دورهم مش هيبقى تنفيذي. كويس. دورهم هيبقى استشاري. يعني نقدر نقول مبدئيا كده، بس ده الكلام ده يعني ما اتعملش. يعني يكون القامات دول يتجمعوا في لجنه مثلا او في اجتماع او في حاجات زي كده، كل واحد يقول اراءه وازاي التطور وازاي الحاجات دي، ونشيل الصراعات اللي بينهم. يعني حاجه جميله قوي انهم يقعدوا مع بعض. ده انا نفسي انهم يقعدوا مع بعض. تقول لهم يا دكتور بصراحه هم كده سامعينك، تقول لهم كلمه لاي حد، اكيد الكلمه حاجه تقولها هتوصل لكل واحد في مكانه. قال لهم يا جماعه اتقوا ربنا في لعبه الكره الطايره، بمعنى ان كلنا نبص هدف واحد هو هدف الكره الطايره، ما نبصش لسين وصاد وجيم وعين، نبص لعبه الكره الطايره، ما نبصش ده عمل ايه وده ما عملش ايه، لان دي حسابات خارج اللعبه، الحسابات دي هي اللي ضيعت اللعبه، فاحنا عايزين نطلع باللعبه. هنطلع باللعبه ازاي؟ ننسى الحسابات دي ونبقى ايد واحده كلنا، وكل واحد يقول راي، وفي الاخر خالص الاراء دي كلها هتنصب في مجلس اداره، ومجلس اداره بعد كده هياخد بالراي السليم او الراي الصح اللي هو شايفه علشان نقدر نطبقه وننفذه. ونستعين برضو بالناس دي كاستشاريين كخبراء لعبه، لان انا لا ما اقدرش انكر صفتهم كخبرات، ولا اقدر انكر صفتهم كلاعيبه دوليين وكيعني قامات كبيره، رموز من رموز الكره الطايره. ازاي الواحد يعني يبعد عن رموز كره طايره؟ ما ينفعش. من وجهه نظري بعد اكيد مش لازم اقول الوجهه، لكن دي حقيقه. دكتور سامح بيطلب من كل الاطراف لكره الطايره الالتفاف حوالين مجلس الاداره، وفي نفس الوقت وجودهم وارائهم شيء مهم جدا في المرحله اللي جايه تفيد الكره الطايره المصريه، وليس تفيد الشخص على كرسي هو بيقعد عليه. دكتور كنا وصلنا لنقطه ان مصر وصلت لمراكز كبيره في بطولات العالم، شباب وصلوا الرابع العالم لسه قريبا، بس ما بنكملش. من وجهه نظر حضرتك الخطوه اللي هي نكمل فيها ازاي؟ نوصل ازاي نبقى زي كره اليد
اللي بتوصل على منصات التتويج برونزيه وبيكسبوا كاسات العالم. كره الطائره كانت قريبه جدا. ايه المرحله الاخيره حضرتك شايفها من وجهه نظرك؟ هي المرحله الاخيره زي ما قلت لحضرتك اللوائح. اللوائح لازم تتغير لان ما اكذبش عليك عشان نكون واضحين يعني. الملاوح دي اللوائح دي اتحطت لاغراض شخصيه من الاخر واسماء معينه علشان يعني ده يبعد ده وده يقرب من يدخل ده وده يبعد عن انتخابات ده يعني كلام يعني سوري يعني ما صراع كراسي يعني ما ينفعش. عشان كده انا بقول لك لازم الناس كلها تتلم تبقى اسره واحده وتبقى موجوده. الفرقه اللي هي خدت رابع عالم دي لازم نهتم بيها كويس قوي ونشوف ايه السبل اللي هي نحافظ بيها على الجيل ده وبحيث ان الجيل ده ان شاء الله يدينا نتائج كويسه. لسبب بسيط قوي، طول ما الجيل ده موجود مع الجيل الكبير، الجيل الكبير مش هيديله فرصه. فيبقى لازم احنا نبص للجيل ده الاسلوب اللي وصلنا بيه نستلم من بعضي يحصل عمليه احلال. وحاله الاحلال دي لازم تتم لان انت عارف دايما القديم بيبقى برضو في صراعات مع طبعًا اللي جاي جديد طبعا. فدي في كل الاعلام في العالم كله فاحنا قدر استطاعتنا هنحاول يعني نخلي الاسلوب ما بين الشباب اللي هو رابع عالم ده والاسلوب ما بين القدام انه ياخد خبرات القدام ويوصلوا ان شاء الله لمراتب احسن واقوى من الكلام ده. احنا كنا في 2004 زي ما قلت لحضرتك، انا كنت في 2004 كنا واخدين الماريه، كان المنظومه كلها ما كانش فيها صراعات. الماريه دي البحر المتوسط بس البحر الابيض المتوسط يعرفها. البحر الابيض المتوسط بطوله مهمه جدا في تاريخ الكره الطايره يا دكتور. نعم يا فندم. كان بطوله مهمه في تاريخ الكره الطايره طبعا 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 يعني مكسب بطوله بحر عالميه وبطوله يعني كسبنا اسبانيا في اسبانيا بالظبط والحمد لله كنا كاسبين كل بطولات افريقيا يعني. فيا ريت نرجع للعهد ده ويكون كل الناس ملتفه حوالين هدف واحد بس هو الكره الطايره المصريه. الكره الطايره المصريه ده شيء مهم جدا، لكن في نقطه مهمه جدا. انا من وجهه نظري شايف ان في لعيبه اجانب متواجده في الدوري المصري. مع اللعيب الاجنبي يا دكتور ولا مش مع اللعيب الاجنبي؟ بصراحه شديده. معاه في فترات معينه. لان اللعيب الاجنبي برضو ممكن يكون احد اسباب ارتفاع اللعبه. المنافسه هتبقى شديده بين اللاعب الاجنبي واللاعب المصري. ولكن انا عايز اقول حاجه ويعني دي حقيقه. احنا في مصر فشلنا نجيب لعيبه اجانب على المستوى العالمي. وليه ده؟ لان ده كان دايما باستمرار مربوط بايه؟ بالعائد المادي اللي هو هيجي بيه اللاعب الاجنبي. كويس. انا شفت يمكن حضرتك شفتها البطوله العربيه الاخيره. اللعيبه الاجانب اللي جت مع الفرقه العربيه على مستوى عالي جدا. بتكسبهم جدا. جدا. يعني مين يعني مؤسسين؟ الاهلي البحريني طلع مع الاهلي المصري 3-2 وكاد يكون ان الاهلي البحريني يكسب. لكن خبرات الحمد لله خبرات الاهلي المصري احمد صلاح وعبد الله ومش عايز اقول اسماء عشان لا لا خالص بالعكس. فكانوا الحقيقه عامل مؤثر ان احنا نكسب الشوط الخامس بفرق كويس بفرق كبير. وده بقى فرق الخبره. تمام. لكن زي ما بقول لك كده اللعيب الاجنبي ممكن يشد فرقه كويس قوي. لكن دي تبقى فترات معينه لغايه لما احس ان اللعيبه المصريه خلاص بقى مستواهم عالي وبالتالي يقدر يؤدي زي اللعيب الاجنبي زي اللعيب الاجنبي. بس دايما يا دكتور برضو بتفرج على الفرق المصريه مركز اربعه. طب ما طول ما اللعيب الاجنبي هيجي في مركز اربعه ما عندناش لعيب دشع هيطلع. انت ليه بقى بتجيب اللعيب في مركز اربعه؟ بالظبط. لانك انت عندك اصلا مركز اربعه مستوى ضعيف بامانه. خلينا نتكلم بامانه. مركز اربعه في مصر احد اسباب خسارتنا واحد اسباب كمان يعني ان الفرق المصريه ما بتعلاش. مركز اربعه ده مهم جدا جدا جدا. يعني يمكن حضرتك طبعا شفته عشرت حمدي الصافي مثلا طبعاً احد اسباب انتصاراتنا. يعني حمدي الصافي ده جيل كامل كان يعني ما شاء الله يعني الصافي يعني فمركز اربعه ده احنا في ذهننا في ذهن اللجنه المؤقته ازاي ننمو بمركز اربعه ده واللعيبه بتاعته تكون ايه. مركز اربعه يعني للاسف مهاراته بتبقى اعلى من اي مهارات تانية. هو اقرب في الملعب طبعا لانه مهاراته ضارب، مهاراته بلوك، مهاراته استقبال، بيعمل يعني كل حاجه. ثلاث مهارات بيعمل كل حاجه كل حاجه. وجود الاهلي والزمالك في فاينل البطوله العربيه يدينا اطمئنان للمرحله اللي جايه. راي حضرتك ايه؟ الى حد ما الى حد ما ما اقدرش اجزم بكده لان احنا عايزين شغل كتير قوي يا كابتن خالد في ازاي نخلق مركز اربعه لعيبه في مركز اربعه. ودي سهله على فكره مش صعبه.
دي سهلة يعني، اكتشاف الخامات ومدربين على مستوى عالي يقدروا ينموا مهارة لاعب رقم 4 موجودة في مصر، موجودة في مصر. ولا أخفى عليك يعني احنا عندنا مثلا مثلا كابتن ابراهيم فخر الدين خد لعيب من صفر، حضرتك بتتكلم عن قامه، بتتكلم على قامه في كره طايره كبيره جدا. طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين خد لعيب يعني لعيب عبد الحليم عبو ده يعني مش عايز اقول لك يعني ما كانش يلعب فولي في سنه الثانيه كان احسن لعيب في مصر ما شاء الله. فيبقى موضوع ان احنا عندنا مدربين، وغير ابراهيم عندنا غير الكابتن ابراهيم عندنا ناس تقدر تصنع لعيبه بس ياخدوا في راسهم ومعلش يعني ينتبهوا لحته مهمه قوي انه ازاي يصنع لعيب مش ازاي يكسب، مش ازاي يكسب بفرقته لا. انا عندي لو احنا نصنع لعيبه جانب ان انا بقى اكسب بالفرق يبقى ده حاجه ممتازه اقدر اوصل بقى للعالميه فيها، لكن انا طول عمري بكسب بلعب باللي بكسب بيه عمري ما هقول لحضرتك على حاجه. انا كنادي مش بتكلم عن النادي الاهلي، لكن انا هتكلم انا كمدير فني نادي، مش هبص انا هعمل لعيب، انا هبص للمكسب بتاعي عشان قبض الشهر وعشان مكسب مكافئات وعلشان ممكن تعمل مثلا دوره للناس تثقفهم وتقول يا جماعه احنا محتاجين في مصر نعمل 1 2 3 4. طبعا ممكن تعمل ده. خالد الاهم من كده انت بتختار من اول الناشئ. يعني ايه اول الناشئ؟ انت النهارده لو مدرب جه ما بيعرفش يعلم مهارات وماسك ناشئ عمرك ما هتطلع لعيب فوق. يعني هي الف ب النهارده الولد بيتعلم غلط، طب هيوصل ازاي؟ هيلعب ازاي؟ واحد، المقاييس بتاعت اللعيبه الصغيرين دي مهمه جدا الناشئ. دي حقيقة. ليه؟ لانك انت الحمد لله النهارده العلم اداك مثلا لعيب مثلا عنده 12 سنه طوله مثلا 140 130 120 لما يوصل 16 هيبقى طوله كام؟ وبعدين لغايه سن 20 هيوصل له كام؟ دي حقيقة. يعني انت عارف لعبتنا بتعتمد على الاطوال طبعا جنب المهارات. يبقى لازم جنب المهارات لازم الاطوال مهمه جدا. ما يبقاش انا عندي لعيب قصير وبديله مهارات ومهارته اعلى من لعيب كبير اديله فرصته اكتر من لعيب الطويل، لا. لسبب احسبها كده يا خالد، انت عندك في الهاندبول طبعا المثال ده واضح طبعا، هات لي كم لعيب من بيطلع من الناشئين اللي هو تحت 16 ولا 14 ولا 15 للفريق الاول؟ كم لعيب؟ قليل يعني مفيش. انت بواحد واثنين لو طلعوا تبقى انت بطل. دي حقيقة. لو طلع اثنين ليه؟ لان اللعيب اللي بيوصل الفريق الاول مثلا بيبقى عنده مثلا 19 20 سنه 21 سنه بيقعد ماسك فيها لغايه 28 سنه 30 سنه بنزل العظيم. انا كنت قاعد مكاني بتعب. لازم يحصل فيه عمليات احلال. هتيجي ازاي؟ لو انت اخترت اللعيبه الناشئه كويس ومشيت معاهم كويس هيوصل مستوى كويس، هيلعب درجه اولى سنه صغير. اكيد دي حاجه كويسه جدا. اعتقد اتكلمنا في حاجات كتيره، لكن عايز اخرج من الكره الطايره، بس هي برده سؤال جوه الكره يعني. خلاص خلينا نحاك رئيس لجنه مؤقته نتمنى لك التوفيق، لكن اكيد في ذكريات في حياه دكتور سامح حمدي عايزين نتكلم عليها في اخر الحلقه. خلاص احنا اتكلمنا على الكره الطايره في المجمل العام، لكن اكيد عندك بطولات او ذكريات جوه الكره الطايره نحب نتكلم فيها دكتور. بالظبط. انا في دلوقتي بعيد عن انتماءات يا جماعه، يعني بعيد دلوقتي احنا خلاص الاتحاد خلصناه بعيد عن اي انتماء، دلوقتي بنتكلم دكتور سامح حمدي اللي هو برده ليه ذكريات كبيره داخل الكره الطايره اكيد لازم نسمعها منه. اتفضل يا دكتور. 2009 و10 لما مسكت رئيس جهاز الكره الطايره في النادي الاهلي كان موسم غير عادي. يعني كسبنا دوري وكاس وعربيه وافريقيه ورحنا كاس عالم. بس في الحاجات اثناء الحاجات دي صادفتنا عقبات كتيره. يعني الذكرى اللي لازم اقولها احنا كنا عاملين معسكر في بيلاروسيا، وعشان توصل بيلاروسيا ما كانش فيه اي طيران ليها، فكنت لازم توصل بالطيران لتركيا ومن تركيا تروح بيلاروسيا. كويس. قعدنا في تركيا 9 ساعات ترانزيت. 9 ساعات كان عذاب. ورحنا بيلاروسيا الحمد لله كان من انجح المعسكرات اللي شفتها في حياتي. بس طبعا جات لنا مفاجاه من المفاجات اللي على الطراز الا وهي السحابه السوداء، لو كنت سمعت عنها. طبعا اتقفلت مطارات اوروبا وقبل البطوله بتاعتنا بيومين 3 ايام اتقفلت المطارات خلاص، فبالتالي انت مش خارج من بيلاروسيا، انت قاعد تفضلوا قاعدين هناك محبوس. هتلعبوا هناك في بيلاروسيا بطوله افريقيه خلاص. خلاص احنا قلنا مش هنروح، لدرجه ان احنا انا اخر يومين اتكلمت مع مجلس اداره النادي الاهلي طبعا الكابتن حسن والكابتن خطيب. قلت لهم يا جماعه احنا ازاي هنرجع مصر؟
مش قادر احنا نفرح بطوله افريقيا. عايزين نرجع بس. فقلت لهم هو في حل يعني ان في طياره بتطلع من بيلاروسيا لاوكرانيا ومن اوكرانيا نقدر نيجي مصر. ده كان احد الحلول اللي كانت في دماغنا ان اروح مصر ازاي. لكن انا ما سبتش الموضوع كده. انا كنت بتابع مع شركه الطيران التركيه في مصر وشركه الطيران التركيه في بيلاروسيا وفي بيلاروسيا نفسها ومع تونس. لان كنت لازم احضر الاجتماع الفني طبعا قبل البطوله بيومين طبعا. فطبعا الكلام ده كان باستمرار تليفونات يوميه مع الطيران التركي وطيران التركي. الطيران التركي في مصر وعدني ان اول طياره هتطلع تركيا من بيلاروسيا هتكون عليها الفريق المصري لتركيا ومنها لتونس. ويعني الى حد ما بدات الحده تهدى شويه. فبدانا نغير التكتيك بتاع التدريب. انت النهارده بتدي حمل عالي وبعدين بتنزل بيه وبعدين بقى حمل طيارات. فالحقيقه كابتن ابراهيم بدا يغير الحمل بتاع التدريب. وربنا كرمنا ان اعلنونا ان في طياره هتطلع قبل البطوله بيومين. قبل تربي هنا يعني اوصل تونس قبل البطوله بيوم. حلو جدا. احسن ما كنتش رحت يا دكتور. بس اللي خدمنا في الموضوع ده ان هويدا موندي اللي هي يعني سكرتير الاتحاد الافريقي المصري اللي بتعمل القرعه والاجتماع الفني دينام. حضرتنا طبعا دينام. طبعا هويدا دي من يعني قمم كره الطايره الافريقيه يعني والعالميه هي في اتحاد دولي. حضرتنا اللجنه الفنيه وقالت ان هم عندهم تاخير في الطيران لكن هم هيلعبوا البطوله ما شاء الله. الكلام ده كان قبل ما يفتح المطار وقبل ما يفتح الطيران. قبل اي حاجه بالظبط. فالحمد لله لحقنا الطيران وصادفتنا برضو مشكله في المطار. لان احنا ما رحنا كان في احد موظفين الطيران التركي قال لا يا جماعه ده احنا هناخد بالدور الناس اللي متاخره الاول. قلت له لا احنا اسمنا اسمائنا موجوده عندك من مصر على الطياره دي. والحمد لله استجابوا وطلعنا اول ناس فعلا اول ناس طلعنا على الطياره وطلعنا اول بطوله كمان الحمد لله. ربنا كرمنا الحمد لله كرم كبير. الحمد لله رحنا ما حضرناش طبعا الاجتماع الفني. رحنا يوميها قبل البطوله بيوم بالليل. يا دوب نمنا تاني يوم الصبح ابراهيم سخن لهم في سخن في الفندق في الفندق في الممر. نزلنا الملعب مع مين بقى؟ النجم الساحلي اللي هو احد ابطال تونس أكيد. في ملعبه اكيد. الحمد لله كسبناهم 3-0 والحمد لله البطوله دي كانت على اعلى مستوى وكسبنا البطوله. كسبنا الزمالك و 3-1 وكسبنا الصفاقسي في صفاقس. اتنقلنا من سوسة بلد لبلد علشان نعمل النهائي هناك عشان صفاقس بلد. ربنا كرمنا الحمد لله ربنا كرمنا. وكانت برضو مفاجأة ان احنا واحنا راجعين من مصر انا كنا تعبانين جدا من تونس لازم تنزل تركيا ومن تركيا تنزل القاهرة على مصر تاني. فاحنا جايين كنا استوينا يعني طبعا. ففوجئنا بالكابتن الخطيب قاعد في اخر الممر على كرسي ومستنينا وقعدنا. الحمد لله كان يعني دي ذكرى من ذكريات الجميلة فعلا ما انساهاش. دكتور سامح اكيد دورتني وشرفتني. قبل ما اختم الحلقه عايز حضرتك تواجه كلمه لاعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكره الطايره تقول لهم ايه؟ انا ارجو من الجمعيه العموميه للكره الطايره انها تبص لمصلحه لعبه ما تبصش لاشخاص ولا اسماء وتتقي ربنا في اختياراتها لان دي امانه. دي امانه ربنا اداها لها. ليه؟ تشوف مين الاصلح وكمان ما تحطش يعني الناس اللي متصارعه مع بعض لسبب بسيط قوي ما هيفشل الاتحاد. احنا عايزين مجموعه متناسقه تبدا تخطط للاتحاد علشان نعلى بمستوى اللعبه تاني من جديد. وان شاء الله ارجو منهم ان انا عندي ثقه بالجامعه العموميه انها ان شاء الله هتختار الانسب بعد ما نحط اللائحه الانسب للانتخابات. دكتور سامح نورتني وشرفتني ودايما نتمنى لك باذن الله التوفيق والنجاح في المرحله الصعبه مع اتحاد الكره الطايره. شكر كابتن خالد على الحلقة دي وشكرا لكم إن شاء الله. في آخر حلقة بنتمنى أكيد الاستقرار للكرة الطايرة ونتمنى عودة النتائج سريعا والانتصارات للكرة الطايرة المصرية. في آخر حلقة بشكركم وإلى اللقاء يوم الاثنين يوم الأربعاء الجاي من 7 ل 8:30 وألعاب الصالات.